في هذه الظروف التي تمر بها ليبيا وتمر بها المنطقة، وربما أزيد وأتوسع يمر بها العالم، كلنا نتأثر بما يحصل في أي مكان. كل الصراعات الدولية، كل المشاكل الدولية لابد أن يتأثر بها العالم وكل دول العالم، والتأثير الكبير يقع على شعوب العالم الثالث وعلى دول العالم الثالث التي منها ليبيا. ربما في سنوات طفولتي كنت أتحدث في مدينة جالو مع من يكبرونني سناً عن أحداث تحدث في مدينتي وفي كل مدن ليبيا، عن قضية الألغام، كل ما يتفجر لغم في تلك المدينة في تلك البقعة من الصحراء الليبية، يقول الناس هذا نتيجة الحروب، الحرب العالمية الثانية، لغم ألماني، لغم إيطالي، لغم أمريكي، الله أعلم أين صنع. فأقول لماذا يعني يحدث في مدينة مثل جالو أن يكون فيها ألغام وأسلحة ومتفجرات تصنع من دول أخرى وتقع الحرب على بلادي؟ هل بلادي طرفاً في هذه الحرب؟ هل بلادي طرفاً في هذا الصراع؟ ومع الزمن تعلمت بأن الصراعات الدولية لا تعرف حدود ولا تعرف جغرافيا، وليس للضعيف مكان فيها. لابد أن نكون مستعدين لكل الظروف، لكل الصعوبات، لكل المشاكل، لكل الحروب. الآن حرب بين روسيا وأوكرانيا يتأثر بها العالم العربي، العالم الإسلامي، يتأثر بها دول العالم. دولة مثل مصر، دولة مثل السودان، هبة النيل مصر، لا تستطيع أن تأكل ولا تجد قوتها نتيجة الصراع ما بين روسيا وأوكرانيا. أوروبا الآن مهددة بأن ينقطع عنها الغاز وينقطع عنها البترول نتيجة حرب في تلك البقعة. ربما تحدث انفراجة في المشهد الليبي أو يحدث استقرار نتيجة ذلك الصراع في تلك البقعة. وبالتالي يجب أن نعي ما يحدث في العالم، ويجب أن نتفاعل مع ما يحدث في العالم لكي نستطيع أن نستفيد من هذه الفرص. بعد الحرب العالمية الثانية ونتائجها، وانتصرت مجموعة دول على دول أخرى، استطاعوا الآباء والأجداد أن يستفيدوا من تلك الفرصة ويكونوا دولة ليبيا، وتستقل هذه الدولة وتصبح دولة مؤسسات، دولة قانون، ويصاغ فيها دستور بجهود متواضعة، بجهود بسيطة. صحيح قدمت فيها الأرواح، بذلت فيها كل الجهود، ولكن في تلك الفترة وفي تلك الحقبة كان المجتمع الليبي لازال مجتمع بسيط، مجتمع أمي، مجتمع ربما فيه الظروف الاقتصادية صعبة، ومع هذا الناس توحدت والناس فكرت مع بعض إلى أن استطاعت أن تبني تلك الدولة. ففي ضوء هذه الظروف وفي ضوء هذه الصورة، من يراها بأنها صورة سوداوية، لا زال هناك أمل. الأمل في الناس الوطنيين، الأمل في الشرفاء، الأمل في شباب البلاد بعد الله سبحانه وتعالى. لا نيأس من العمل، ولا نيأس من المثابرة، ولا نيأس من أن نبذل جهودنا من أجل بناء وطننا. نحن في تيار يا بلادي مؤمنين بمبادئ، مؤمنين بأهداف من اليوم الأول لتأسيس التيار، ولا زلنا سعين في تحقيق هذه الأهداف مهما واجهتنا الظروف والصعاب، سواء من الداخل ومن الخارج. شهدنا في مراحل عديدة ما مر به البلد، من ثورة فبراير، من اتفاق الصخيرات، من مراحل أخرى، لازال الصراع موجود ما بين القوى داخل الحدود الليبية. حتى صف ثورة فبراير للأسف تصدع وانشق نتيجة المصالح الضيقة لفئات معينة ترى بنفسها أو ترى في نفسها بأنها وصية على ثورة فبراير. ثورة فبراير خرج فيها أغلب الليبيين
من أجل القضاء على الظلم والقضاء على الدكتاتورية والقضاء على حكم العسكر، لكن للأسف هناك من يريد أن يعيدنا، ونحن نرفض العودة إلى الدكتاتورية ونرفض العودة إلى القيود ونرفض العودة إلى حكم العسكر بإذن الله، ما دام فينا روح وما دام فينا عرق ينبض بإذن الله، وشبابنا بتفكيرهم الوطني وبسعيهم الوطني وبتعلمهم وبتقاربهم وبإيجاد مشاريع تقربنا من بعض من أجل الخروج من هذا الانسداد ومن أجل الخروج من هذا الوضع المأساوي. فنحن نحث كل الوطنيين، نحث كل الأحرار، نحث كل الشرفاء في كل مدن ليبيا، في كل بقاع ليبيا، أن يفكروا في تفكير إيجابي في كيفية العمل حتى بالأعداد البسيطة، حتى داخل المناطق الصغيرة، حتى داخل القرى. المطلوب منا بذل الجهد والصبر على المكائد والصبر على المكر والصبر على كل ما يواجهنا من مشاكل. نحن مسعانا دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة الدستور، ولا زلنا في هذا المسار. ندعم من يدعم هذا الاتجاه، حتى حكومة الوحدة الوطنية إذا استمرت في أنها تنادي بموضوع الانتخابات فنحن معها، أما إذا انحرفت فنحن بالتأكيد سنكون ضد أي انحراف عن مسار ثورة 17 فبراير، وهو التداول السلمي على السلطة، وهو بناء دولة ليبيا الجديدة، دولة القانون، دولة المؤسسات. نحييكم من جديد، ونتمنى أن نلتقيكم في العام القادم بإذن الله، ويكون وضع بلدنا أحسن وأفضل، وتكون وضعنا لمسات وخطوات نحو بناء دولتنا الجديدة إن شاء الله.